هذه سائلة تقول: أنا ختمت القرآن السنة الماضية ولله الحمد، وفي هذه السنة قدمت أوراقي للتدريس، ولكن كان من شروط التدريس سماع صوت المتقدمة ترتيلا وتجويدا وتسجيله في شريط كاسيت، مع العلم أن من سوف يسمع الصوت هم من الرجال. سؤالي عن الحكم في ذلك، وجزاكم الله خيرا. الواجب أن يختبر النساء نساء، أن يختبر النساء نساء، والنساء ولله الحمد المتعلمات التي يجدن تلاوة القرآن كثيرات، فلا يجوز أن تسجل صوتها للرجال، في ذلك من الفتنة، يكفي النساء. نعم.